هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لكافر أو مشاح. هذا الحديث هو عند ابن ماجه رحمه الله. وهذا الحديث باختصار قد ذكر رواياته وطرقه الهيثمي في مجمع الزوائد. وهذا الحديث لا يصح على الصحيح، ومما يزيده ضعف التغاير والاضطراب في متنه، فإنه في بعض الروايات يقول إن الله يطلع، وفي بعض الروايات ينزل ليلة النصف من شعبان، وفيها فيغفر لجميع خلقه، وفيها فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم، يعني كما جاءت بذلك الرواية يغفر بعدد شعر غنم كلب، أي قبيلة بني كلب، خصهم بالذكر لأنهم من أعظم العرب تملكا للغنم، وهذا لا شك يتناقض مع عموم ما مضى لجميع خلقه، وهنا خص عددا بعدد شعر غنم هذه القبيلة. وفي بعضها وهو الوارد والمشهور فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن،